وصلنا للفقرة السادسة في برنامجنا والأخيرة واللي دائما ركزوا على الأشياء الإيجابية والمنظمات اللي تساهم في إعادة السلام والأمن لليبيا سواء كان في كل المجالات. والمنظمات هي منظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة، ومعانا على الاتصال هاتفي السيد مختار البدوي من المنظمة. صباح الخير سيد مختار. أهلا وسهلا بك. شكرا عزيزة، صباح النور وصباح الخير لإذاعتنا الموقرة 2018. شكرا لك. طبعا احنا عارفين أنت عندك حفل ولكن يعني تواجدت معنا، مانيش مطولة عليك. أول سؤال، أمتى تأسست منظمة الإغاثة في ليبيا؟ المنظمة في سنة 2013، كانت أول شهر 6، كان أول يوم فيها في شهر 6 2013 تأسست المنظمة، وبدينا الشغل الحقيقي يعني في 2013 بدينا الشغل الفعلي، وإلى عند هذه اليوم والآن نحن موجودين في حفل تكريم في مدينة طرابلس المرأة المثالية الليبية. طيب سيد مختار، يعني شنو هي الأنشطة اللي تقوموا بها مؤخرا في منظمتكم؟ نعم، الأنشطة اللي تقوموا بها في المنظمة مؤخرا أو الفعاليات اللي ممكن تشتغلوا عليها مؤخرا. والله احنا تو الآن في صدد الفترة هذه، حوالي لنا أكثر من 3 شهور نشتغلوا. كان لنا شغل في دار الطفل أبو هريدة في طرابلس، كان لنا يوم ترفيهي في منطقة الجبل في الأصابعة، وكان يوم ترفيهي غير عادي وغير مسبوق، وبعدين اتجهنا الى دار الوفاء للمسنين والعجزه، وكنا درنا يوم ترفيهي داخل المكان. وامس بالامس كان يوم ترفيهي لمستشفى الرازي لقسم الامراض النفسيه يعني للتخفيف عن الضغط النفسي. فالحمد لله يعني كان الشغل كبير المنظمه في رفع التوتر عن دار الوفاة ودار العجزة ودار المسنين ودار الطفل ودار البنات، والحمد لله يعني كان شغل كويس. وتلقينا يعني أمس علمون إن كان المرضات النازلات اللي كانوا في مستشفى رازي يعني كانوا في قمة السرور، إن في لها حوالي أكثر من سنة ولا أكثر من أمس طلعناهم ودناهم في منتزهم تاعهم داخل المستشفى، والحمد لله يعني اشتغلنا طبعا في تسليه في اللجان المصالحه ما بين مناطقنا والحمد لله ما بين مناطق ليبيا، والحمد لله تمت كلهم بالمصالحه. اشتغلنا في استبدال الاسرى، احنا ما نقولوش الاسرى لكن نقول هو يعني زي ما انت عارفه، وفيها استبدنا حوالي اكثر من جثمين ما بين المناطق هيك. طيب الحمد لله الامور مشتركه. سيد مختار، هل في يعني اقبال على هذه الانشطه ولا هذه يعني المشاريع اللي حضرتكم في المنظمه الليبيه للسلم والرعايه والاغاثه تشتغلوا عليها؟ طبعا احنا نبي نحكي لك كدعم، احنا ينقصنا الدعم المادي والمعنوي من الدوله، يعني لان احنا منظمه غير حقوقيه غير دوليه يعني غير، فينقصنا دائما الدعم المعنوي والدعم المادي. فاحنا كل دعمنا من الناس الخيرين، فيا ريت عن طريق اذاعتكم ان يسمعونا ويدعموا المنظمات، لان المنظمات هم اللي بادروا الان بالشغل، وهم اللي الان موجودين في البلاد في الشغل كمصالحه كاغاثه سلم، هذا كله يعني قايمين به المنظمات. طيب شكرا لك سيد مختار البدوي من منظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة، كان معنا تحديدا من طرابلس. لميس اليوم برنامجنا كان متنوع، وممكن من أكثر الأشياء اللي بسطتني فقرة القهوة، ولكن قولي لنا شو كان عندنا في بداية الفقرة اليوم. تكلمنا مشاهدينا عن العديد من المواضيع، وفعلا في الفقرة الاجتماعية تكلمنا عن كيفية التعامل مع الشخصية الحساسة، وكانت معنا في الاستوديو ضيفة الأستاذة نوارة جبالي وهي خبيرة التنمية البشرية، وتكلمنا معها ممكن بالتفصيل عن ممكن أهم المحاور في كيفية التعامل مع الشخصية الحساسة.
أكيد. وبعدها مشينا لفقرة التكنولوجيا اللي تكلمنا فيها كيف نقدروا نسترجعوا تليفوناتنا سواء كانوا سامسونج أو أبل. وبعدها لميس مشينا لفقرة القهوة وتكلمنا على تاريخها، أمتى اكتشفت، شنو أكثر البلدان اللي مشهورين بها واللي أكثر البلدان المدمنينها. وبعدها لميس في فقرة الحراك المدني، وأكيد هذه الفقرة اللي دائما مخصصة للمبادرات الشبابية، تكلمنا مع سيد مختار البدوي وهو متحدث من المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة. بهيك يكون كملنا فقراتنا ولكن برنامجنا ما زال مكملش. استنونا في حلقة بكرة مختلفة وأكيد متنوعة، ودائما حاولوا نكونوا عند حسن ظنكم. شكرا لكم، شكرا لكم على حسن المتابعة. مني أنا وميم البشير، ثاني ميرت. إلى اللقاء مشاهدينا ارتفاعات.